الله ميز وأعطى لكل إنسان فينا أجلين، ما هو أجل واحد. نحن أي حدا بيموت بنقول خلص عمره أو خلص عمره، لا ما خلص، بنص قرآني الأجل هو أجلين، أجل مسمى عند الله وأجل مقضى. ما هو الأجل المسمى والأجل المقضى؟ ناخذ مثال بالوظيفة في الدولة. الدولة حاطة أجل مسمى لكل موظف 60 سنة بده يستقيل إجباري، بس إذا عملت مشكلة ربما أطلع من الوظيفة بأجل مقضى. بس يعني إذا كان الفكرة وضحت. أيوة. لماذا عندنا أجلين؟ الآية رقم 2 من سورة الأنعام قال تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالله ما بصير نحطه انه هو غير عادل، يعني هذا كتب لفلان 20 سنة وكتب لفلان 80 سنة، هذا ما هو عدل اذا عم بكتب. يعني لا يمكن الطالب، يعني الطلاب في بداية السنة اقول له انت فحصك بعد اسبوع، وانت فحصك بعد 6 شهور، وانت فحصك اخر السنة، كله بده ينفحص به. فالله اي جنين داخل بطن امه بيكتب له اجل مسمى وليس اجل مقضى. قال تعالى يعني ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى وليس الى اجل مقضى. فالله كل انسان وانسانه في بطن امه بيكتب له أجل مسمى معدل 120 سنة. اليابان وصلوا 95 سنة معدل، بنغلاديش 30 سنة، يعني الله مع اليابان ضد بنغلاديش. وإذا بنغلاديش هلا مطبق عليها النظام الصحي والغذائي والكذا، بنرفع المعدل ل 95 سنة. يعني ليش هلا الله مثلا يعني ما عاد يكتب على أوروبا أبدا 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 مرض السل، بس بصير يكتبوا على بنغلاديش؟ إذن الله ما كتب، وقال لازم الإنسان ما يأخذ لقاحات وما يهتم أبدا. فالأجل المسمى ليش 120 سنة؟ أخذناها منين؟ مضخة القلب في الصدر، طبعا المصباح الكهربائي مقول هذا مثلا، يعني هاي اللمبة بتخدم 50 ساعة عمل، يعني كل جهاز له عمر، يعني هذا بقول لك مثلا، يعني هذا بيتم سنة، هذا بيتم مرة واحدة. يعني فالقلب بخدم الإنسان فقط 8 مليارات قبضة بهدوء، يعني قسمناها فطلع 120 سنة معدل. فالله عم يكتب لكل إنسان 120 سنة. أنا بأخطائي بالسهر وبالأكل وبالكذا أنا عم بنقص من عمري، فعم بموت بأجل مقطع. فقال تعالى صراحة: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري، ينقص. لذلك الله بيقول صراحة: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. أنا واعد لأجل مسمى، لذلك ما راح أموت. لو ما موت غير خلصان عمره، لماذا هذه الضجة في القرآن؟ أهلكنا وأنجينا، أهلكنا وأنجينا. إيه أهلكته خلصان عمره، يعني شو عملت لو كان هيك إنه مات؟ فنوح كان واعي جدا: يا بني تركب معنا بالسفينة أوكي بتعيش، ما بتركب بدك تموت. ما قال له اللي له عمر ما بتقتله شدة ويبلطوا البحر، قال له بتركب عندك أجل مسمى لسه، ما بتركب بدك تموت بأجل مقضى وليس بأجل مسمى. فلولا في أجلين يفترض ما نحط سيارات إسعاف أبداً، يعني ولو لا سمح الله إنسان معه حادث وعم ينزف عيف وإله عمره بموت، لا بده إسعاف وفوري بيعيش لأنه عنده أجل. لذلك يعني حتى ما نطلع عليك وراح نختمها هيك، لو ما موت غير الخلصان عمره، الله قال صراحة، قال بالنسبة إلى الذكور بيموت بيعيش، بالنسبة إلي شيء عادي. ذكرها يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، بس الله بيقول أنا بخرب الكون كله، ما بصير تقتل أنثى ظلما. الله قال بخرب الكون كله أن تقتل أنثى ظلما. والدليل على ذلك من سياق الأحاديث، من سياق الآيات،
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا بخرب الكون وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ما ماتت في حدا قتل. لذلك الله منع القتل لأنه هو بتر لأعمار الآخرين، عنده عمر، لذلك يجب أن يقصر من عمري إذا قصرت عمر إنسان، ولا إذا بده يموت خلصان عمره لازم القاتل ما يعاقب. لذلك حاولوا دائما العيش إلى الأجل المسمى، لأنه الله بده إيانا نعيش للأجل المسمى. لذلك قال لي لا تشرب خمر، لا تأكل خنزير، هي نصائح لك يعني. وأهم قضية يعني عم نختم فيها لأجل التغذية، يعني معظمكم سيدات بيت، يعني دائما حضروا 5 وجبات خفيفة للأسرة لكن بأوقات الصلاة حصرا، وليس الساعة 2 والساعة 3. لماذا؟ يوجد آية بصورة الأعراف، يعني ظاهرة غريب هيك، الله بيقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب ما هي علاقة كل بني آدم مع المسجد؟ في إنسان ملحد، إنسان مسيحي، إنسان كذا، إنسان بوذي. طيب ليش يا بني آدم لازم يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ الزينة ما هي في اللباس، الزينة هي الراحة النفسية، أرحنا بها يا بلال. يعني أدن الظهر خود بريك هيك نص ساعة. فعب تقول آية يا بني آدم، إذن هي نصيحة لكل إنسان على الإطلاق، لأنه هي نصيحة طبية أبداً. القرآن معظمه هدى للناس وليس للذين آمنوا. الله بيقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في أوقات الصلاة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وجبات خفيفة. إذن إذا أدن الظهر هذا ليس وقت للصلاة فقط، بأخذ بريك هيك نص ساعة إذا في صلاة أو ما في صلاة أو كذا، لكن تناول الطعام بنفس الوجبة، لأنه ثبت طبياً إنه غدد الإنسان تقف وتعمل على مواقيت الصلاة سواء الإنسان مؤمن أو غير مؤمن. فخمس وجبات خفيفة في اليوم بتمد إلى الأجل المسمى، وليس الإنسان يموت في الأجل المقضى. طبعاً طبعاً، يعني الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول له إلى بلال أرحنا بها يا بلال، يعني أدن الظهر أدن العصر إن شاء الله تخرب الدنيا أرحنا به. أدن شيء بعد 12 ساعة أدن شيء، فهني هنيك أجسام وغدتهم شغال على أدن تماما، يعني والله يقدر الليل والنهار. لذلك يعني أفضل طريقة حتى نعيش للأجل المسمى، يعني نعيف هاي المحرمات كلها اللي الله حط لنا، هي بتعطي طاقة سلبية. يعني عم بيسألوني دائما كثير انه ليش الله حرم لحم الخنزير؟ طيب في غير شعوب عم تاكل خنزير وعايشين. قلنا له الطاقة نوعين، في طاقة احتراق بتعطيني حرارة 37، بس في طاقة ائتلاق ونورانية هي ما بيعطيها لحم الخنزير. اذا في طاقة احتراق حرارة 37 بصير حرارة 37، بس في طاقة ائتلاق، وإذا الإنسان ما خزن طاقة ائتلاق ما بيشوفها مخزنة يوم القيامة. يعني أجسامنا مثل بطارية هلا حاليا، بقدر ما منخزن طاقة إيجابية منشوفها نور، فقال تعالى وجوه يومئذ مسفرة لحال مشاعة بالنور ضاحكة المستبشرة. فاللي قطع كل العلاقات مع الله ما عنده أي طاقة، لذلك ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قال تعالى أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني وجهه أسود هيك ما في طاقة. لذلك من هنا لازم تكون إنه 5 وجبات خفيفة ونحاول نصل إلى الأجل المسمى. شكرا لكم، إن شاء الله إلى قادم.